البساطة وعن منتجات القهوة، لأنها على قولة شعار المعرض يكملون بعض. معرض جميل جدا، يضم مجموعة من الشركات من مختلف الحلويات والكافيهات. احنا اليوم في معرض القهوة والشوكولاتة. المعرض يضم عدد كبير من المحلات والشركات اللي جاي هنا تسوق عن منتجاتها. المعرض احنا مشاركين ان شاء الله في الموسم الثاني على التوالي. المعرض يصاحب في مسابقة الباريستا، هتكون ان شاء الله معتمدة دوليا. مشاركين بمعرض القهوة والشوكولاتة. معرض القهوة والشوكولاتة بيصير كل سنة، يا ريت تجيونا. انطباع عن المعرض، أول مرة يعني أجي المعرض الشوكولاتة، صراحة يعني حلوة وتجربة جيدة. ترتيب الداخل المعرض كان جداً